النهارده ايه؟ النهارده يوم قلنا نتجمع فيه عشان نعمل تصوير جماعي للدفعه بتاعتنا. هو في هناك هنا دلوقتي متصور ذكرى تقريبا، دي اخر حاجه هنتجمع فيها غير الامتحانات يعني. اعتقد اليوم ده كان لازم احضره، ما كنتش عايز اجي بس قلت ده هيبقى لنا يعني، ده هيبقى لنا ان احنا نيجي هنا ونتصور سوا مع بعض ولنا ذكريات ونضحك مع بعض شويه وكل واحد ليه صوره مع التاني. الموضوع ده مش هيتكرر تاني في الغالب. تعالوا نبص كده عليهم نشوف الجو، احنا بادئين من شويه بس دي المقدمه يعني. جينا خدنا كام صوره عشان البانر بتاع الفان داي. شعورك ايه وانت بتتخرج؟ ولا اي حاجه يعني. بعد 5 سنين تحس بايه بقى؟ لا عادي، انت مختار الشخص الغلط. ما اتعذبتش في 5 سنين دي خالص؟ لا قشط عادي يعني. متعود على العذاب؟ يعذبوك في البيت؟ هنشوف حد تاني بيفهم. مثلا مبسوط فشخ والله. مبسوط؟ مبسوط جدا. ايوه. شعورك ايه؟ انا مش عارف، هو انا مبسوط وزعلان يعني. ليه بقى؟ تقدر تقول مبسوط انها خلاص مفيش هندسة تاني، زعلان عشان اتعودت اعيش في ضغط نفسي، حاسس اني مش هلاقيه بره. يعني فرحة عارمة، قدر ولطف اللي احنا عديناهم في 5 سنين، وان شاء الله ان شاء الله نبقى باشمهندس قد الدنيا. والله ببسط مع دفعتي والله، يعني يوم في العمر كله. زي حسبي الله ونعم الوكيل. ايه لا زي ما بحبش القسم ده اساسا، ما بحبش الناس كلها، وعلى اتم استعداد اقولها علني. شعوري يا استاذ عمرو، مين هنا يا جدعان مبسوط وتخرج؟ ايه؟ ولا حد. بص بص مين ايه؟ دفعة ميتة. بص ايه؟ بص انا مش واثق ان انا هنجح. اه كله هيصل كده كده يا عمرو، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كرش هيتخرج وانا لسه. الحمد لله احنا بنشكر السيد الرئيس، معنا بنشكر بنحب نشكر السيد الرئيس، ندعمه وبندعمه، ندعم السيد الرئيس ان هو راعي البيكاترونكس في مصر. شكرا. لا تمام، انا فرحان قوي، انا من كتر والله فرحان قوي، مش عارف يعني من كتر الفرحه اعمل ايه. جميل جميل كلام زي الفل حقيقي. انا بحبك بحبك يا استاذ علي. انا معلش بس انا برشد الكل، ان كل دي ناس حلوه وانا بحب الناس دي، والناس دي نسمه. ربنا يخليك والله، ربنا يخليك حبيب قلبي حبيب قلبي. اللي عنده مغزى يربطها. السلام عليكم. شعور حلو جدا. اهم حاجه اللي احنا خلصنا من الجامعه بالدكاتره بالكويزات، والحمد لله فاضل المشروع نخلصنا من الجامعه دي خالص. واحب نشكر سياده الرئيس. شعور حلو جدا والله، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الجامعه دي كلها. شكرا. مثلا فوزي بقى لو عايز قول جمهور عمرو ايه اللي مضايقك. والله جمهور حلو جدا، مفيش حاجه مضايقاني. انا بتخرج وعايز اقول لاي حد ان دي معجزه ان انا اتخرج. بما انا اتخرجت يبقى اي شاب مصري هيتخرج. نصيحه. انا الصراحه فرحان جدا، والدفعه دي هتوحشني، ومفيش حاجه غير الدفعه اللي هتوحشنا والله. مفيش حاجه غير الدفعه اللي هتوحشنا. هو ده واحد مدني. ايوه. شعورك بقى؟ شعور جميل جدا انك تتخرج وانت عندك مستقبل مظلم داخل عليك. ربنا يستر. ربنا يستر. الحمد لله. عامل فيديو. خلصنا ال5 سنين اخيرا. خلصنا الحمد لله. شايفيننا؟